يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس السبت نحو مليون ومئتين واثنين وثلاثين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون وأربعة عشر ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم نحو تسعمائة وتسعة وستين ألف شخص